Okay. لنرسن ننتظر دقيقتين ثلاث حتى شوف كم اللي رايح اليوم. طبعا بالنسبة للامتحان انتوا شفتوا حل الأسئلة. Just for your information, طبعا أنا حقيقة قاصد، طبعا ما توقعتش صحيح، خلينا نكون صادق معكم، هذا نفس الامتحان. Please go and mute. إيناس لو سمحتي. شكرا. طبعا فليفر من هذا الامتحان بجيبه كل مرة، طبعا تغيير الأرقام يغير السؤال مع اختلاف هذا، فدائما الأفريج كل سنة 16 تقريبا من 30. طبعا الأفريج لعلمكم 28.5، الأفريج 28.5، يعني أي واحد منكم جايب أقل من 28.5 معناه هو below average، كأنه 70 واحد من 130، 75 واحد جابوا full mark. فهذا شو بدل؟ بدل على أنه أنتوا مش بقولوا تعاونوا على البر صح والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنتوا شكله بتتعاونوا بالطرفين. يعني في تعاون على الحق على الباطل، تعاون لمساعدة الآخرين، تعجبوني، وكمان بالغش كمان، يعني تعاون في كل إيش، في كل مناحي الحياة. فأنا ما توقعت إنه هالجد بتتعاونوا مع بعض، بس عندكم طرق متقدمة كيف تقدروا يعني تشتركوا بالامتحان، فواضح جداً. بس أنا يعني أنتوا بتعرفوني ما مش من الناس اللي والله هذول الطلاب ولا خلص، لا هاي مش هاي من صفاتي، مش من صفاتي. على العكس أنا يعني مع كورونا قلت إس أوكي الطلاب، إنه هذا حبيت إنه تجيبوها مش يعني بعضكم مش بالطرق، وأنا متأكد في بعضكم بيجيبها بغض النظر. Anyway بس خلينا أكون صادق، لأنه ما بزبط يعني بزبطش العلامات إنها تكون كلها عالية هيك، يعني لا يصح هذا الحكي لأنه في ضرر، يعني هاي مسؤوليتي. فلذلك راح يكون أولاً كمان لأنه البروجكت مش رايح أقدر إنه أجتمع مع كل مجموعة أصلاً، ما لو بقدر ما برضى لأنه مع ظروف الكورونا is dangerous يعني إلي وإلكو، فلذلك مش رايحين. فراح نعمل خلاص جزء على اللي قدمتوه وجزء راح يكون على امتحان، يعني في امتحان على البروجكت individually. الآن الامتحانات خلينا نكون صادق معكم مش راح أعملها from now and on إنها تكون two way، لأنه واضح يعني فيها ظلم للطالب اللي متمكن من المادة وبزبطش المادة بالنهاية، لازم يكون فيها شوية differentiation. بس مش هدفي إنه لاقي الطلاب، أنا مش موجود عندي هاي المبدأ إنه الطلاب وبدي آذي الطلاب، لا لا it doesn't matter. أنا اللي بهمني مرات وأضعاف مش قديش الطالب بيجيب، قديش الطالب ممكن يستفيد من المادة. الآن بيجي لازم يكون في differentiation، تفريق بين الطلاب، وهذا سهل يعني. بس مش رايح إنه أجي أعمل أسئلة ما بتنحلش وغريبة عليك، ولا إلا إنه راح يكون الامتحانات الجاي أصعب، أصعب من ناحية you don't have time إنك تستعين بزميل، ماشي؟ إن شاء الله. فالآن بس خلينا ننتقل اليوم وبكرة، في بكرة محاضرة على الثنتين إن شاء الله، لأنه أنا ما أعطيت محاضرات، أعطيتكم فرصة إنه أنتوا تركزوا على الامتحانات، فما بحب إني أعطي مادة مهمة والطلاب شو قاعدين بأخذوا امتحانات صعبة. Anyway فالآن بدنا نحكي اليوم، طبعاً أنتوا فرش هلا المادة عندكم فاهمين هالمفروض، فسهل تعرفوا الديدلوك. This is the best time إنه أنا أعطيكم الديدلوك. فأنا كنت حاب أعطي الديدلوك جزء من الامتحان الأول، بس ما زبطتش الأمور، يعني إحنا متأخرين بالديدلوك. دائماً
كنت أعطي الميد تيرم including الديدلوك وبعدين ننتقل للميموري والديسك، بس ما زبطتش الأمور إن شاء الله. طيب خلينا نحكي عن الديدلوك. لاحظوا يا جماعة، إذا كل اللي حكينا والامتحان كان مركز على إيش؟ مالتي بروسيسز ومالتيبل ثريدز. لما يكون عندي أكثر من بروسيس وأكثر من ثريد لازم أعمل شو قلنا؟ أعمل سينكرونايزيشن، زي اللي شفتوها لوك أنلوك أو بي في أو أكواير ريليس، فهمتوا علي؟ أو ويت ريليس أو ويت ويك أب، كلهن هذول شو اسمهن؟ سينكرونايزيشن. إذا شو هدف السينكرونايزيشن؟ هدف السينكرونايزيشن إنه يمنع الريس كونديشن، صح؟ يمنع الريس كونديشن. إلا إنه أكبر مشكلة، إذا البرامج اللي مالتي ثريدد والبرامج اللي مالتي بروسيسز لازم معظم الوقت بنضع البي وال اللي هي السينكرونايزيشن. شو هن السينكرونايزيشن؟ قلنا لوك أنلوك أو بي في أو ويت ريليس أو أكواير نوت أكواير عكس ريليس أكواير ريليس أو أي واحدة من المسميات هذيك. إذا لما نضع، إذا الهدف من وضع هاي statements بالبرامج إنه حماية الكريتيكال سكشن. شو حماية الكريتيكال سكشن؟ إنه نمنع أكثر من process أو thread يكون ينفذ في نفس الوقت. متى نمنع؟ نمنع فقط الكود اللي فيه shared variable وبعضهم يكتبوا. ليش بنعمل هيك؟ إذا ما عملنا هيك النتائج زي ما حليته بالامتحان طلع ثمن نتائج. هذا لا يجوز انه اكتبه بروجرام وبعدين بنهاية البروجرام احكي والله انا ما بعرف الجواب، الجواب يا 6 يا 7 يا 13، لا يجوز. فاذا بنضع سينكرونايزيشن. الا انه في ديس ادفانتج للسينكرونايزيشن، اذا ما كنتش حذر، وهذا بيحصل دائما وبتشوفوه، انه انت مرات كل كمبيوتر، مين منه الكمبيوتر ما بيعملش فريز؟ شو يعني فريز؟ إنه البرنامج اللي كنت تشتغل عليه وقف، مش قادر تطلع منه. هاي معنى ديدلوك. إذا معناه بدون ما تنتبهوا، معناه كل البرامج اللي بنستخدمها هاي فيها مالتيبل ثريدز ومالتيبل بروسيسز، ومرات كثيرة بيعمل إحنا بنقول فرز فروزن أو صار بلو ويندو، هاي تبعت الويندوز بيسموها الداث سكرين. شو يعني صار ديدلوك؟ شو يعني ديدلوك؟ يعني البرنامج والكمبيوتر البرامج الأخرى بطل تقدر أنت لا تحرك الماوس ولا تعمل ولا تطلع، you cannot kill البرنامج. فمرات شو بتضطر؟ تكبس على الباور حتى kill everything. مرات بتقدر تروح على البروسيس نفسها you kill it. أنا مثلا دائما لما بصير عندي هاي المسألة في برامج إنه PS أو في برامج بالحسب الأو أس بعمل كل فقط لهاي بروسيس، بس أعمل كل برجع الكمبيوتر بيمشي. ليش بيمشي؟ لأنه أنا شلت. هلا اليوم بدنا نفهم شو معنى إنه هاي برنامج وقف. هذا إله معنى بالكمبيوتر. أما البرنامج يوقف ولا الكمبيوتر يوقف إله معنى. شو اسمه؟ deadlock. إذن هذا الهدف لاحظوا، فهذا التخصص كله عملي. شو معنى deadlock؟ معناه في برامج تستخدم يا إما ثريد مالتيبل ثريدز أو مالتيبل بروسيسز، والمبرمج شو كاتب فيها؟ فيها ستيتمنتس لوك وانلوك، أو فيها بي وفي، أو فيها ويت وريليس، أو كلهن مع بعض. إذا متى بصير عندي ديدلوك؟ فقط إذا في عندي سينكرونايزيشن. اليوم بدنا نفهم متى لما أضع synchronization لازم أكون حذر. إذا لازم أضع synchronization حتى أمنع الريسك كونديشن، ولازم أضع synchronization بطريقة ذكية حتى أمنع الديدلوك، أتجنب الديدلوك، أتجنب الديدلوك. إذا شو اللي بيخلي يصير ديدلوك؟ معناه بعض هاي البروسيسز أو الابليكيشن تكون شو ماخذة؟ بتكون ماخذة بعض الريسورسز وبتحتاج ريسورسز ثانية. يعني ممكن انت عملت برينت فبدك البرينتر،
بس البرينتر ماخذه أبليكيشن ثاني وبده يكتب، يأخذ الفايل من الديسك ويكتب على البرينتر، بس الديسك مش قادر يروح على الديسك لأنه الديسك ماخذه أبليكيشن ثالث، ماخذ الديسك بده يكتب عليه بس بده يقرأ من إشي رابع، والإشي الرابع ماخذه أبليكيشن خامس. إن فهمتوا علي بصير سايكل. يعني متى بصير الديدلوك؟ لما هالريسورسز انتبهوا، ها مين اللي أنا بحاول أحميهم؟ أكثر شغلة بحاولوا يحموهم جوات الكمبيوتر شو شيرد؟ لاحظ شيرد فاريبل أو شيرد ريسورس. يعني الديدلوك ممكن تحصل لما بكون بعضهم ماخذين بدهم يعملوا تعديل على شيرد فاريبل، أو بدهم يعملوا اكسس للشيرد ريسورسز. شو شيرد ريسورسز؟ برينتر، سي دي، ديسك درايف، ميموري، شاشه، كل شيء بالكمبيوتر ما عدا سي بي يو يعتبر ريسورس، ما عدا السي بي يو. السي بي يو لانه هو اللي بتنفذ عليه. يعني احنا دائما بنميز السي بي يو عن بقيه الدنيا جوات الكمبيوتر. اذا شو ديدلوك؟ يعني في process hold resource A وrequest resource B، يعني ماخذة A وبدها B. At the same time في process ثاني ماخذة B. يعني هاي أبسط form of أبسط شيء. شو أبسط شيء بالدنيا؟ فقط I need two processes. واحدة بدها resource A ماخذيته، آسف، قطيت وبدها B، والثانية ماخذة بي وبدها. مين طيب؟ مين اللي خلص ولا واحد راح يكمل التنفيذ؟ واحد ماخذ ايه وبده بي، والبروسيس الثاني ماخذة بي وبدها ايه. في ديدلوك. يعني شو ديدلوك؟ يعني لا بروسيس 1 ولا بروسيس 2 راحين يقدروا يكملوا التنفيذ. ممتاز. اذا ديدلوك هي عبارة عن sequence of events. وشو بتعمل؟ ريكوست، وبعدين يوزر ريسورس وريليس. لاحظوا ريكوست ريليس او ويت وريليس. وشو اللي جوا اللي بين الريكوست والريليس؟ اللي هو الريسورس. يعني هذا الريسورس، ليش انا بدي اعمل ريكوست وريليس او ويت وريليس؟ لانه شير. اذا اصبح الريسورسز شير. ومتى الريسورسز اللي بخاف منها؟ اللي لازم تكون ميوتشوالي اكسكلوزيف. شو يعني ميوتشوالي اكسكلوزيف؟ يعني ما يجوز يعني البرينتر لازم تستخدمه ميوتشوالي اكسكلوزيف. شو يعني ميوتشوالي اكسكلوزيف؟ لانه البرينتر لا يجوز لبرنامجين يطبعوا بنفس اللحظه. يعني بصيرش لما تطبع وانه طالع 1 لاين من بروسيس 1 واللاين الثاني لبروسيس 2، لا يجوز. يعني البرينتر يعطى لبروسيس، بتطبع الدوكيمنت وبعدين تطلع، بعدين الدور لبروسيس اثنين. هذا شو بسموه الحكي ميوتشوالي اكسكلوسيف. شو يعني ميوتشوالي اكسكلوسيف؟ لا يجوز انه يكون ينفذ يطبع بالبرينتر الا وان بروسيس ات ا تايم. لاحظ بدينا نحكي عن مكونات الديدلوك. في اربع مكونات رئيسيه رايحين نيجي عليها. يعني لا يمكن يحصل عندك ديدلوك إلا في أربع مكونات، أربع شغلات لازم تحصل بنفس الوقت. واحدة منهم ميوتاكس، الثانية إنه هلا بنيجيهم، بعدين must wait if the request is denied. لذلك المرة الماضية شو سميناها؟ request. شو سميناها المرة الماضية؟ سميناها wait. يعني الريكوست شو لازم تعمل؟ wait. إذا ما عملت ويت ما عندي مشكلة. شو يعني هذا الحكي؟ هذا الحكي معناه إنه إذا عملت ريكوست وما حصلت بعمل ويت. شو يعني ويت؟ يعني go to sleep بالغالب، معناه راح ينام. معناه إذا ما حطلع ونفذ I will be in sleep state forever. إذا شو الويت؟ block، busy wait، أو fail with error code. هاي أي واحدة من هذول
شو معنى إنه أنا ويت؟ إذا بعمل بلوك سليب أو بيزي ويت، بيزي ويت شو بضل شيك؟ أو فيل وذ إيرور كود، أو إذا رحت طلبت الريسورس وما قدرت أحصل عليه بيعطيني إيرور فيل. طيب خلينا نشوف شو كمان من الشروط إنه يكون نون بريمتبل الريسورس. شو يعني نون بريمتبل؟ يعني إذا أعطيت الريسورس non-preemptible عكس preemptible. شو يعني non-preemptible؟ يعني إذا أنا أخذت الريسورس ما حدش بيقدر يأخذه مني. إذا الريسورس ممكن واحد يأخذه مني في deadlock، لاحظوا إذا لازم الريسورس يكون ممكن تنفيذه فقط من قبل process at a time. كمان لازم يكون non-preemptible، يعني إذا أخذته ما حدش بيقدر يأخذه مني. إذا بيقدر يأخذوا مني فيش ديدلوك. إذن شو ديدلوك أوكير لما البروسيسيز granted أعطيت exclusive، لاحظ access exclusive access يعني mutually exclusive to non-preemptable resource and wait when the resource is not available. إذا شو المكونات؟ هن أربعة بس، هنا الثلاثة والرابعة أنت indirectly بدك تحصل عليها. شو الثلاث؟ إنه الريسورسز كلياتها تكون exclusive، فقط one process at a time بيقدر ينفذ. اثنين، الريسورسز اللي داخلة بالديدلوك، جزء من الديدلوك، لازم تكون non-preemptable. شو يعني non-preemptable؟ إذا أعطيت لا يمكن أخذ الريسورس منها إلا إذا البروسيس اللي ما أخذتها هي أعطتها. يعني مين القرار للبروسيس اللي عامله hold. وآخر شيء إنه wait when the resource is not available. إذا طلبت بصير لي wait. يعني إذا طلبت ريسورس ولم أحصل عليه بنعمل لي block أو sleep أو busy waiting. طيب؟ بشكل عام الديفينيشن اللي بتلاقيه بالكمبيوتر ساينس، شو الديفينيشن اوف الديدلوك؟ السيت اوف بروسيسز از كولد ديدلوك اف ايتش بروسيس ان ذا سيت. يعني لو جينا قلنا في 10 بروسيسز عاملات ديدلوك، معناه كل واحده من العشرة بروسيسز ويتنج فور ان ايفنت، مين اللي بيقدر يعمل الايفنت؟ واحدة من البروسيسز التسعة الثانية. هذا بشكل عام، بشكل عام فورمالي ان بروسيسز يعتبروا ديدلوك اذا كل واحدة من الان ماخذة ريسورس او اكثر وطالب ريسورس او اكثر، والريسورس اللي طالبيته الريسورسز اللي مطلوبين مأخوذين من واحدة من الـ N-1 البروسيسز الثانيين، ولا يمكن إني أجبرها على إعطاء الريسورس إلا إذا هي voluntarily اختيارياً أرجعته. طيب خلينا نرد ندخل مرة ثانية أكثر تفسير أكثر. أربع شغلات وراح أسألكم بالفاينل 100% سؤال جاي أكثر من سؤال على هذا، خليكم معي. إذا في أربع شروط لازم تتحقق حتى يصير عندي ديدلوك. Mutual exclusion condition شو يعني؟ يعني الريسورس اللي أنا ما أخذه في أنا بروسيسز عاملين ديدلوك، معناه الريسورسز اللي ما أخذيتهم هذول البروسيسز they are mutual exclusion. شو يعني؟ يعني لا يمكن إنه يتنفذ إلا من قبل بروسيس واحدة at a time. بروسيس خمسة أو ستة بس ما لا يجوز two processes يدخلوا على الريسورس at the same time. إذا جاز أصبح فيش deadlock. فيش deadlock خلاص، لأنه فيش داعي أنتظر. متى بنتظر؟ متى I need to put wait or release؟ I need to put wait or release لما ما بحق إلي إلا أنا لحالي إني أدخل على الريسورس. One process at a time. Number two, hold and wait. الان processes لازم كلياتهم ماخذ some resources
وبتنتظر على other resources. يعني ما أخذ K وبدها N. Not N, sorry. J. ما أخذ K resources وبدها J resources. الK ممكن تكون واحد والJ على الأقل تكون واحد. الK لازم على الأقل واحد والJ واحد. ما أخذ K resources وبدها N resources. ثلاث. كل الresources اللي جزء من الديدلوك they are non-preemptive. Non-preemptive asset. شو يعني non-preemptive؟ يعني لا يمكن أخذ هاي الريسورس من اللي حاجزها. شو يعني preemptive؟ Preemptive يعني ممكن تأخذها متى ما بدك. Non-preemptive لا يمكن. لازم البروسيس اللي عم تستخدم الريسورس هي فقط تعطي. ما بصير تأخذه منها. وآخر شغلة circular weight. شو circular weight؟ في cycle. إذا مشيت بالجراف بلاقي بروسس 1 ماخذ هلا بنشوف هاي صعب شرحها إلا على مثال. طيب بكتاب الكمبيوتر تاعكو تبع الأو أس هاي مشهورة هذول مشهورين ثلاث examples مشهورين جدا بالعالم اللي lower left اسمها dining philosopher يعني في خمسة فلاسفة قاعدين بغرفة وبيفكروا وبوكلوا بس بيفكروا وبوكلوا هاي اللي تحت بعدين هاي أكثر شغلة شائعة بالأردن اللي تحت على اليمين شو هي هاي الدواوير بالأردن يا ما بحصل لما يكون في عنا أزمة مرات بيصير ديدلوك بالدوار شو بتجد لمدة ربع ساعة ولا سيارة قاعدة تمشي ولا في سيارة بطلع بتلاقي مرات بنزل واحد ذكي بحل الديدلوك عند الدوار مرات انت بتشوف على الدوار وكلها بتزمر ولا حد قادر يمشي هاي اسمها ديدلوك وشغله كمان مشهوره جدا مش شائعه بالاردن على البريدجز لانه الاردن ما فيهاش بريدجز كثير الا فيها والله ما بعرف بس كل البريدجز بالاردن مش طبعا هي بتحصل بالاردن بس بحكي لكم كيف ببلاد الأوروبية مرات بالسمول تاونز بيكون البريدج بس بيسمح لسيارة واحدة يا تقطع باتجاه الشرق أو واحدة ثانية باتجاه الغرب فقط مش بنفس اللحظة يعني يا سيارة بتروح شو بيعملوا هم بتلاقي إذا اثنين التقوا على الجسر ما بيدخل الجسر بيكون واضح يعني أنت شفت واحد قبالك تيجي بتكون محترم بتقول له أنت تفضل بتمرر السيارات اللي جايين باتجاه الشرق بس يخلصوا بروحوا السيارات اللي بجهة الغرب طبعا إذا طلعوا اثنين عباقرة شو بيعملوا واحد بيقطع الجسر والثاني بيقول لا والله ما بدي أنا بدي أقطع بيقطعوا اثنين بيلتقوا ما حدش بيقدر يمشي بصير عندنا ديدلوك أو بالأردن على الطريقة الأردنية يمكن ينزلوا واحد يضرب الثاني بوكس وهذاك ينزل ويضربه كذا ما بعرفه بصير مسألة على شغلة تافهة خلينا اذا لاحظ شلون في ديدلوك خلينا اشرح لكم اياهم شلون في ديدلوك نيجي ناخذ الجسر الابسط شيء شو الجسر في عندي لاحظ حتى السياره اللي على الشمال تروح من الشمال لليمين شو هي ماخذه نص الجسر وبدها تقطع على اليمين الجزء الثاني اللي بدها اياه يعني لا تستطيع السياره تقطع الا اذا ما اخذت الجسر كله لحالها لنفرض الجسر بيتسع لسيارتين طوليا لازم ما يكون في حدا على الجسر يعني كانها شو اخذت النص الشمالي وبدها النص اليمين حتى تقطعه والسياره اللي على اليمين ما اخذ النص اليمين وبدها الشمال في ديدلوك يعني بروسيس اولى اللي هي السياره اللي على الشمال ماخذة الجسر الجزء الشمال وبدها اليمين والسيارة اللي على اليمين ماخذ الجزء اليمين وبدها الشمال في عندي الأربعة كونديشن شو هن الأربعة كونديشن أولا سيركلر ويت شو يعني سيركلر ويت السيارة الأولى ماخذة لفت وبدها الرايت واللي السيارة اليمين ماخذة الرايت وبدها اللفت صار سايكل اثنين mutually exclusive يعني ما بصير السيارتين يكونن بنفس
المكان فوق بعض. لو السيارة بتقدر تطير فيش ديدلوك، لو في تكنولوجي إنه السيارة تطير لفوق مترين ترتفع عن مستوى السيارة بتقطع ولا شيء. بس شو معنى mutual exclusive؟ يعني القطعة اللي على الشمال والقطعة اللي على اليمين من الجسر لا يمكن استخدامها من قبل سيارتين. لو كان هذا الجسر two lane أصبح ما في ديدلوك. ليش؟ لأنه مش mutual exclusive. ممكن الجسر يكون مستخدم من قبل سيارتين في نفس اللحظة. كيف؟ واحدة باللين الجنوبي والثاني باللين الشمالي. واضحة؟ مثل القطعتين اللي على يمين وشمال الجسر، هذولا مش mutual exclusive. لاحظوا اللي على اليمين في سيارتين ماخذات الجزء الجنوبي، وبالشمال سيارتين ماخذات الجزء الشمالي. أو أنا يمكن قلبتهم، آسف، جنوب وشمال، الله أعلم شو الشمال. الشمال اللي فوق والجنوب اللي تحت. على اليمين سيارتين ماخذات الجزء الجنوبي، وعلى الشمال سيارتين ماخذات، آسف، الجزء الشمالي واللي على الشمال الجنوبي. طيب، يعني لو كان في خط أصفر بالجسر والسيارتين ممكن يمروا موازاة بعض في الديدلوك. شو كمان الكونديشن؟ شو قلنا؟ إذا mutual exclusion والcircular wait. Hold and wait والno preemption. شو يعني hold and wait؟ يعني السيارة اللي على الشمال hold is holding القطعة الشمالية على الشمال، وشو waiting على القطعة اللي على اليمين. والسيارة اللي على اليمين holding القطعة اليمينية وبتنتظر على الشمال. وآخر واحدة شو هي؟ no preemption. شو يعني preemption؟ يعني لو فيها، لو في زر بالسيارة اللي على الشمال لو كبسته بزيع السيارة اللي على اليمين، هذا preemption، يعني بقدر أخذ الجزء اليميني. بس ما بقدر، هاي معنى. يعني إذا صاحب السيارة اللي على اليمين ما طلعش محترم ورجع وفسح المجال، هاي معنى no preemption. no preemption فقط البروسيس اللي ماخذه هي اللي بتقدر. إذا في deadlock. طيب خلينا نأخذ الباتوم رايت. شلون ديدلوك بالدوار؟ هاي أكثر شغلة بتحصل. لاحظوا، طلعوا الأبر ليفت، في سيارة هاي اللي بيعمل الديدلوك. هذول اللي مش الأغبية اللي على الدوار، بيكونوا في ناس أغبية ما لازم دخل الدوار، لأنه إذا منع السيارة اللي شفت، السيارة اللي على شماله في سيارة، هيها على شماله، على يميني أنا بس على شمال السواق. قال بيجي بتلاقي واحد بيفكر حاله شاطر، قال بروح بزق حاله بسكر الخط اللي جاي من اليمين للشمال، سكره. طيب انزل لتحت، اجا واحد محترم مثل هذا اللي سكر، اجا من الشمال لليمين زرق، زرق سكر على مين؟ سكر على خط السيارات اللي جاي من الشمال الى الجنوب. كمان واحد ثالث بيقرب لهم، شو راع عمل؟ قال ايه احنا من نفس العقلية، خليني اقفز. واحد ابن عمهم الرابع نفس العيلة، إن الله جابهم الاربعة وين؟ على نفس الدوار. شو عملوا؟ اربع سيارات سكرت الباث على الاربع مسارات، لن تتحرك سيارة لمدة شهر. تيجي واحد محترم بنزل وبروح على واحد من المسارات وبقول له لو سمحت ارجع أو اكسر أو اعمل شغلة، بفتح مسار. بس يفتح مسار واحد منهم خلص بمشي الدوار. تا يجي ناس بنفس العقلية، تحصل، أنا بعرف دوار العيادات منطقة بمر منها، تحصل لما نروح كنا من الجامعة لما قبل الكورونا، والله إنه، ولذلك بطلت أجي من هنا، صرت ألف من مناطق صغيرة هيك لحتى أصل للبيت. وآخر واحدة الدايننج فلسفر مشهورة، حتى لما إذا واحد سألكوا مقابلة عمرك سمعت بالدايننج فلسفر؟ طبعا لازم. شو الدايننج؟ في خمس أشخاص دائما بيفكروا وباكلوا سباجيتي، هنا طلعوا صينيين، يعني هي كأنه مثال صيني. ولاحظوا لأنه الصيني، الصينيين بأكلوا بالعصي، الصيني تايوكل أكله بده عصاتين، بيمسكوا الأكل بالعصاتين. فلذلك شو بيعمل؟ حتى يقدر يأكل بده العصا اللي على يمينه والعصا اللي على شماله ليأكل سباجيتي. فهل لمتى بصير ديدلوك؟ لو في نفس اللحظة
الخمسة فيلسوفرز قرروا بدهم يمسكوا العصي. أجا كل واحد شو عمل؟ لقط العصا اللي على يمينه وراح بده يلقط العصا اللي على شماله، ولا واحد بيقدر يوكل. ممنوع يوكل إلا إذا معه عصاتين. ليش؟ أمس نبدأ بهذا، أخذ اللي على يمينه، هذا أخذ اللي على يمينه، هذا أخذ اللي على يمينه، على يمينه، على يمينه. أجا الأول يعني بده يأخذ العشمال، لقاها مأخوذة من اللي على شماله، أصبح deadlock، ولا حد بيقدر يأكل. هاي اسمها الداينينج فلسفة. شلون بيقدر يأكل؟ فيش إلا حل، إنه واحد من الخمسة يطلع محترم، وشو يعطي العصا؟ قال طيب إحنا بنموت من الجوع. لا، هاي أنا بدي أنزل عصاتي، فاللي على شماله بأخذها، أو اللي على يمينه آسف بأخذها بأكل، بس يخلص بنزل العصاتين. طبعا واحد بيحكي يعني مثال مش منطقي، لأنه أنت رايح تأكل بعصات واحد ثاني، ماشي، بس هاي فكرته، هي مش عملية حقيقة، لأنه ما حدش رايح يأكل العصا ويصير يأكل من واحد ثاني. anyway الريسورس acquisition سيناريو، هلا بدنا نطبقها على برنامج، على البرامج تبعتنا، على نفس البرامج. وراح اجيب لكم بالفاينل امتحان، بالامتحان الفاينل راح اجيب لكم اكزامبل مثل هي، واقول لك اعطيني الديدلوك وحلها. طبعا هاي الاسئله صعبه، مش راح اعطيكم وقت زي المره هاي، يعني انه تو واي، لا، راح تكون شوي الامور اشد عليك، ولذلك بدك تكون محضر حالك. شو معنى هون؟ اكواير وريليس. الاكواير هاي شو هي؟ نفسها اللي احنا شو سميناها؟ ويت، بنذكره بالمثال، ويت وريليس. وبتاخذ الريسورس، الريسورس هاي شو سميناها احنا؟ سميناها الكريتيكال سكشن، صح؟ سكشن، نفس الشيء. تفضل. في سؤال بس. تفضل. ترى هسه انا فكره الديدلوك هسه انه يكون في اكثر من بروسيس بدهم يستخدموا، يعني انه كل بروسيس تستخدم مثلا ريسورس معين، ويكون كلياتهم بحاله الويت. هسه مش المفروض انه كلياتهم بس يستخدم ريسورس ويخلصوا خلص؟ يعني يرجع يعمل ست لل مين اللي بيحكي معي؟ لان انا مش شايف ال مالك. خليني اعطيك بس مثال بسيط. مالك، لنفرض كمبيوترك، وهي بتحصل دائما، هسه بدي من هون طالع سير، لما يقف كمبيوترك حاول افهم شو اللي صار، وحاول مرات بتقدر تعمل كل بروسيس اللي عامل المشكله وبرجع الكمبيوتر بدون ما تيجي تطفي الكمبيوتر. هلا اللي بيطفي الكمبيوتر ناس مش تخصص، هسه المهندس اللي فاهم الكمبيوتر ما بيطفي الكمبيوتر، وبقتل البروسيس اللي عامل ديدلوك وما بضيع عليه شيء. خلي اعطي مالك مثال، سؤال رائع من مالك. بقول لك مالك، فعلا انه انا لما كل بروسيس لما تخلص الريسورس بتعطيه، صح؟ خليني اعطيك مثال يا مالك. لنفرض في تو بروسيسز، واحده بدها تطبع، الثنتين بدهم يطبعوا يا مالك، ماشي، بدهم يطبعوا. في نفس اللحظه انت عملت برنامجين مختلفات، طلبت منهم يطبعوا على البرينتر اللي عندك بالبيت. شو عملوا؟ اللي مكاتب البرنامج الأول، ما هو مبرمج، أنت بتعرفش مين اللي كتبه، فاللي كتب البرنامج الأول شو عمل؟ أجا طبعاً أنا هلا انتبهت كمبيوتري بعد ربع ساعة بدي بس أجيب الشاحن، يعني راح أعطي بريك دقيقتين بس، مش بريك يعني، بس إنه قبل ما يعمل كراش. شو اللي عمل؟ أجا البرنامج اللي كتب من مبرمج 1 شو قال؟ أنا دائماً بدي أخذ الديسك أول شيء، أقرأ من الديسك قبل ما إيش؟ أكتب على البرينتر من الدوكيمنت، وين بتكون؟ على الهارد ديسك أو على السي دي. الثاني، البرنامج الثاني كتبه شخص آخر، دائماً قال لا، بدي أخذ البرينتر قبل ما أخذ الهارد ديسك أو السي دي. شو صار؟ أجا البرنامج الأول أخذ الهارد ديسك، بقرأ. شو يعني أخذه؟ بعمل بقرأ، بعمل ستريمينج، بس من البفر تبعه ما كملش قراءة، بعده موقف. أجا يأخذ البرينتر، طلع البرنامج الثاني أخذ البرينتر بالأول، حجزه. شو يعني أخذه؟ عمل ويت عليه ودخل، عمل أكواير وأخذه،
يعني شو عمل اكواير ودخل عليه؟ يعني مش بطبع، لا، ما هو سينكرونايزيشن، عمل سيمافور يعمل لود لسه. بعد بده يعمل لود بالضبط. قبل ما يعمل لود راح عمل البي، متذكرين هالاكواير الويت؟ راح على السيمافور لقى واحد تبع البرينتر، عمله صفر ودخل. اجى راح بده يعمل لود منين؟ من الهارد ديسك. ايه، راح على السيمافور تبع الهارد ديسك، شو لقى؟ صفر. طلع وانه البرنامج الثاني سبقه على السيمافور تبع الهارد ديسك، لما اخذه صار يعمل لود، راح بده يكتب على البرنتر، شو لقى؟ السيمافور صفر. شو عمل؟ مين بده ينفذ؟ ولا واحد، صح؟ صحيح. هيك يصير اثنيناتهم. فهمت كيف. الا العدسه، انا بعطيكم مثال السيمافور اللي جبته بالامتحان، لانه هيك الكمبيوترات كلها، كل ريسورس ممنوع تروح على البرنتر يا جماعه. ما هو في برامج، مئات البرامج على كمبيوترك، والبرنتر موجود لما يكون اكثر، ممنوع انه انت اي برنتر قدامه سيمافور، اي هارد ديسك قدامه سيمافور، اي ريسورس ميوتشوالي اكسكلوسيف محمي بالسيمافور. متذكرين الاس؟ اس 1 اس 2 اس 3 هذول اللي عاد احنا دارسينهم هيك؟ لا، هذا السبب كمبيوترك بصير بصيب ديدلوك، بصيب كمبيوترك ديدلوك لانه محميه كل الريسورسز جوات كمبيوترك. البرنامج المبرمج لازم يحمي، اذا كان شيرد الريسورس وميوتشوال اكسكلوسيف لازم يحميه بسيمافور. فمعناه شو يعني بيحميه بسيمافور؟ يعني ممنوع تروح. لعاد انت لما تعمل 10 برنت وبروحن على كيو، هسه انت اعمل برنت دوكيومنت 1 دوكيومنت 2، مش مرات بتروح بتلاقيهن وين يا جماعه؟ وين مكومات؟ وين؟ مش في كيو البرنتر له كيو، صح؟ مين بده يجاوبني، في ولا ما في؟ في كيو. لعاد شو تعرفوا شو البرنتر؟ هاي كيو هي عباره عن سيمافور. بالبدايه لما تكون الكيو فاضي قيمته واحد، باينري سيمافور، اول جب بيجي بيعملها صفر وبصير يعمل برنت. كل الجبز اللي ورا البرنتر شو بصير فيها؟ هسه لما البرنتر يكون طافي كلهم بروحن على كيو، فبيجوا على السيمافور بيعملوا دكريمنت وبنام، دكريمنت وبنام، دكريمنت وبنام. كل الريسورسز بالدنيا قدامها سيمافور. ولذلك لما تودي اكثر من طلب ريكوست كلياتهم وين بروحن؟ على الكيو الا اول واحد. فانت روح على البرنتر قول له برنت فايل الاول والثاني والثالث 20، بتلاقي بطبع بواحد والباقيات بنتظرن على الكيو. بس الكرنت بروجرام اللي بطبع يخلص، بس يخلص شو بيعمل؟ ويك. ويك لمين؟ للهيد اوف ذا كيو، بصير يطبع الفايل الثاني. بس الفايل الثاني خلص بيعمل ويك اب لمين؟ للفايل الثالث بصير يطبع. وضحت؟ وضحت الصوره؟ طيب اوضح بالطريقه. فهاي شو شغله مهمه يا جماعه. انت لما بدك تكتب درايفر للبرنتر بدك تستخدم الاس والفي، هاي اللي حكينا عنهم، بي اوف اس 1 وريليس اوف اس 1، في اوف اس 1 او ويت وريليس، او داون واب، كلهم نفس المعنى، او لوك وانلوك. بس طبعا لاحظتوا كل البرامج المتقدمه ما بتستخدم لوك انلوك، ما بتضيع الوقت، بتستخدم ويت وريليس، يعني بيناموا على كيو. معناه كل ريسورس إلو سيمافور، وكل سيمافور إلو its own queue. طيب خلينا نكمل، بس ذكروني بالله قبل ما يعمل كراش وبعدين نتغلب. طيب خلينا نيجي، بدي هلا أعطيكم مثال بدي تجاوبوا عليه. هل في عندي deadlock هون؟ هاي في طلع في thread A و B، هاي thread أو إيش؟ أنا خلينا حتى الطلاب أو or إيش؟ or إيش؟ process، صح؟ ما ينطبق على thread or process. خلينا نخزنها عشان إذا thread or process A،
وفي عندي ثريد اور بروسيس بي، في بينهن لاحظ ثريد اي شو بده؟ اكواير ريسورس 1 بعدين يوز ات، يعني ريسورس 1 لنفرض برينتر، والثريد بي شو بده؟ يستخدم الهاردست اكواير، لاحظ البرينتر محمي لنفرض سؤال مرة ثانية لنفرض بالله بهاي الحالة ايش؟ برينتر بهاي الحالة شو؟ الهاردسك او سي دي روم، بديش اكبر الكلمة ماشي؟ طيب في ديدلوك هون؟ اعطيتكم الجواب في ديدلوك بارك الله فيك. ليش؟ ما دكتور كل واحد شغال بش مختلف عن الثاني، هذا عم بروح على سيمافور 1 وهذا رايح على اكواير سيمافور 2 صح؟ السيمافور بالغالب 1 بيبدا دائما، اي الانيشاليزيشن للسيمافور دائما بالغالب 1، كل الميوتشوال اكسكلوسيف. يعني لو اسالك بالامتحان What is the initial value of each? What should I use, a binary or counting semaphore? بالغالب binary, I mean mutually exclusive resource. If I use what is the initial value, بالغالب one. معظم السيمافور الانيشال 1 1، لأنه بس بدي أسمح 1. خليني بالله أجيب الباور أوتلت قبل ما يعمل كراش الكمبيوتر، الحق علي إني ما جبتوش، انتظروني بس دقيقة لو سمحتوا. خلينا نكمل إن شاء الله. ماشي، إذن قلنا إيش؟ No deadlock. printer مزبوط ولا لا؟ خليني بس أزبطها عفوا. إذن لاحظوا acquire وrelease. يعني مثال برينتر وبدأ واحد يستخدم سي دي روم، ما في أي تقاطع لأنه we are not trying to access common resource. No deadlock. ولا في أي إشكالية. كل واحد له سيمافور، بلاقي واحد initialize 100% resource 1 سيمافور، هذا سيمافور initialize ل 1 وresource 2 سيمافور initialize ل 1. بيجي بثريد A بلاقي 1 بيعمل له decrement وبيستخدم البرينتر. بيجي ثريد بي بلاقي ريسورس 2 سيمافور ايكوال 1 بيعمل له دكريمنت بيستخدم السي دي روم، نو ديدلوك. طيب مثال ثاني تعال اشوف. طيب فكروا لي بالمثال، مين بده يجاوبني؟ هل في ديدلوك هون ولا لا؟ في دكتور. يلا قول لي كيف. لانه ثريد اي وثريد بي اثنيناتهم بيستخدموا ريسورس 1 و2. ممتاز.
فممكن يصير في بكون مثلا ثريد اي ممكن تستخدم. بس كيف صارت حلوه كلمتك ممكن لا يعني انه صار، وهو كلام صحيح. زميلك قال والله اول ما طلعت عليه ممكن حكى كلمه ممكن وهي صحيح، بس انا بدي اعمل لك تشالنج وقل لي كيف الممكن، لانه فعلا طلع اثنين عم بيستخدموا نفس الريسورسز. اعطيني كيف وصلت تعطي. دكتور صوتك بيقطع كثير. سامع انه شو انيشلايز ريسورس، خايف تطلع الجواب هلا. طيب ريسورس 1 ايكوال 1 السيمافور، وريسورس 2 انيشلايز ل 1 دائما هيك بالغالب. يعني ابدا ريسورس 1 ايكوال 1 وريسورس 2 ايكوال 1 2 انيشلايز ل 1 سيمافور. اعطيني مين اللي حكى لي انه في ديدلوك، عفوا مشاكل اسم. انا بس دكتور صوتك بيقطع كثير، ما سمعتش ولا شيء. لا ليش صوتك طيب كان مقطع؟ اشوف انا على اي. وهلا بعده بيقطع. سامعيني هلا؟ هسه احسن. سامعين دكتور. طيب قل لي كيف انه في ديدلوك، فرجيني كيف صار الديدلوك. هسه اذا كان ايه بتستخدم ريسورس 1 يعني سيناريو. اذا كانت ايه بتستخدم ريد اي وبي كيف صار بينهم ديدلوك. اذا كانت ايه عملت اكيور لريسورس 1 وبي بعدين عملت اكيور لريسورس 2، فهسه صارت ريسورس 1 و 2 شو عملت ريسورس ريسورس 1 محجوزه من A وريسورس 2 محجوزه من B، فهسه لما تيجي تعمل بدهم يعملوا يوز A بتعمل يوز ل 1 تقدر، بس 2 ما بتقدر. لا 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 شوي لا دكتور ما في ديدلوك. شوي انا سامع انه بيقطع. ما في ديدلوك ليش؟ لانه بيستخدم الريسورسز ات ذا سيم تايم. أنا الصوت اللي بيقطع ولا صوت كأنه عندي تقطيع؟ عندي مش عارف، أنا حكيت كثير ما سمعت شوي بالله خليني بس بالله أحول النتورك. الله يخزي الله يخزي هيك شركات اتصالات اللي يوم الجمعة كل الناس بالأردن بالبيت، ولذلك شو كلاتهم قاعدين بيتفرجوا على أفلام تافهة، هذا سبب. خليني أشوف والله بس الشغلة أقلبها على سيتنج على تليفوني، بلكي على تليفوني تكون أفضل. أعمل هاي لأنه عاد عندي فايبر، يعني المشكلة إنه 200 جيج 200 ميج مش إنه موبايل هات سبوت سكيب. إن شاء الله إنها تكون سامعيني هلا؟ سامعينك دكتور. سامعيني دكتور احسن؟ احسن. خلص صار الموبايل ممتاز. اذا واحد من زملائكم يا جماعه حكى في ديدلوك بس ما وضح ليش. انا اللي قال ديدلوك واحد قال ما فيش ديدلوك. انا حكيت اللي قال ديدلوك بس ما عرفتش الاسم. انا مالك توفير دكتور. مالك هلا صوتك واضح يا مالك، شكله من الفايبر المشكله عندي. طيب يا مالك قل لي كيف صار ديدلوك بذهنك انت. قلنا ريسورس 1 قيمته 1 وريسورس 2 قيمته 1. هسه الحالة الوحيدة إذا بدي يصير ديدلوك إذا A أخذت ريسورس 1 و B أخذت ريسورس صح. لا ما حيصير ديدلوك. أوكي خلاص ما حيصير لأنه مستحيل أقدر أدخل. لاحظ مستحيل أقدر أدخل على 1 و 2 إلا إذا حصلت على سيمافور 1 وبعدين إيش على 2.
فإذا انتبه إذا ثريد A زي ما حكى عدنان ما في ديدلوك. ليش؟ لأنه إذا ثريد A لقط ريسورس 1 معناه مستحيل ثريد B يلقط ريسورس 1، مستحيل، لأنه بقى إذا كانت 2 بعدين 1 بكون في ديدلوك. الله يسلمك. إذا نو ديدلوك هيك. ها طيب هلا الآن هذا مثال ثالث تعديل بسيط. هل في ديدلوك؟ هنا في ديدلوك. كيف؟ يلا. لأنه ثريد A بتأخذ لما تأخذ ال شو اسمه ريسورس 2 B بتأخذ 1 بعدين لما يجي تستخدم 2 مرة ثانية. أوكي. امشي شوي شوي تسرعش. ثريد A قلت A شو ثريد A أول شيء؟ A أخذت ريسورس بعدين B أخذت ريسورس 2 هسا. صح. هسا B و A بتستخدم 1 و B بتستخدم 2 هسا لما تيجي تعملهم ريليز دكتور برضو ما في دقيقة ما في نفس الشيء نفس الشيء فروض صح نفس صح اوعكم بالامتحان بعمل تعديل طفيف لا تتسرع كل شيء بتسرع فيه إلا بالديدلوكس لا تتسرع لأنه طلع شو جيد فيه إنه والله أخذ ون ماشي الله يعطيه العافية بس مستحيل يروح على ريسورس 2 إلا عمر ريليس لون لاحظ فهذا المبرمج اللي كتب ذكي عارف شو بيشتغل ما في ديدلوك ليش؟ لأنه الأكواير عملنا لواحد واثنين مختلفات وما بيعتمدوا على بعض هل أنتوا قل أنتوا عرفتوا هل هاي فيها ديدلوك؟ هاي المفروض ان شاء الله صح هاي فيها ديدلوك ليش لانه اجى ثريد اي اخذ ريسورس 1 لو ثريد اي اخذ 1 و 2 ما فيش ديدلوك لكان عمل يوز وطلع بس شو حظنا سيء بالريس كونديشن اجى ثريد اي اخذ ريسورس 1 اخذ شو يعني السيمافور عمل له دكريمنت صار السيمافور صفر اجى ثريد بي لقى ريسورس 2 سمافور يساوي 1 عمل له دكريمنت صار صفر اجي 2 اجي ايه بده يستخدم ريسورس يعمل يدخل على السمافور 2 ما قدر عمل ويت اجي ثريد بي بده يدخل على ريسورس 1 ما قدر عمل له ويت اصبح اي وبي بيظلوا بالويت ستيت الى قيام ايش انتهاء العالم تيجي تطفي الكمبيوتر بس هذا اللي بيصير على فكرة هذا اللي أكثر هذا الكومن بيصير جوات كمبيوترك اللي بيصير جوات كمبيوترك لاحظ ليش لأنه مبرمج إيه لما كتب قال ريسورس 1 لنفرض ريسورس 1 هو الديسك وريسورس 2 هو البرينتر شو قال جيب الديسك أول شيء بعدين البرينتر بس برنامج بي برنامج بي شو عمل شو عمل يا جماعة طلب لبرينتر قبل مين طلب لبرينتر قبل الديسك وضحت الفكرة هسه بالامتحان لو أجيب لكم تقدروا تجاوبوا هيك واضحة صح؟ حاضر كيف صوتي واضح ولا مش واضح؟ لا واضح دكتور واضح الحمد لله هاي معناه باقي بالهذا لو انكم قلتوا لي طيب إذا عرفنا على الأقل كل هذا الحكي اللي حكيته قلنا ساعة بنحكي فيه شو هدفه؟ إنه نعرف ما تدد لك يا جماعة إذا خلينا نراجع المادة اللي امتحنا فيها والله يعطيكم العافية كلكم جبتوا 28.5 يعني لو أعمل هذا الامتحان بالأمريكان لما كنت أعمل هذا الامتحان بأمريكا كانوا يجيبوا 19 لما كنت أعمله بالأردن يجيبوا 16 بس أنتوا غلبتوا الأردنيين السابقين والأمريكان السابقين واللاحقين وجبتوا 28.5 معناه أنتوا مجموعتكم ما شاء الله مميزة معناه الأردن والعالم العربي شو ماله خير 40 سنة لقدام لأنه
أي مجموعة بتجيب 28 نص بالامتحان، هاي مجموعة راح تصير ما شاء الله. طيب هاي إذن السمافور إذن مش لعبة هاي إحنا بندرسها، لا، طلع وإنه كل البرامج اللي مكتوبة والأبليكيشن اللي بتستخدمهن على يور لابتوب على يور كمبيوتر على يور تلفون مليانة استخدام السمافورز. ويت وريليس قبل ما أروح أكتب على البرينتر بعمل ويت، بس أخلص من استخدام البرينتر بعمل ريليس. قبل ما أروح أستخدم السي دي شو بعمل؟ هو طبعاً لازم أعمل سيمافور. طب ما هو أنا لما بقول للمين؟ للهارد ديسك، بقول للهارد ديسك روح على سكتر 20، حرك الرأس على سكتر 20. أنا الوحيد اللي لازم بطلب بقول له حرك وين؟ السي دي لما أقول له روح تراك 10 على سيجمنت 17، أنا الوحيد اللي لازم أنا بقرأ السي دي، ما بصير واحد ثاني يودي للسي دي ريدر يودي له روح تراك 12، ما بصير. إذا قبل ما أنا أصير أونر للسي دي وأقرأ منه لازم شو أعمل؟ أكواير. شو يعني أكواير؟ في سمافور، لازم ألاقي السمافور واحد. إذا رحت وعملت أكواير والسمافور صفر شو بيجي الدرايفر؟ بقول لي نام حتى اللي بيستخدم السي دي روم الآن يصحى. إيه آسف مش يصحى، يخلص. بس يخلص البرنامج اللي بيقرأ من السي دي، الدور لمين؟ الدور لو لمين؟ للهيد أوف ذا كيو. إذن كل سمافور إلو كيو، كل سمافور إلو كيو. طيب إذن كيف بدنا نتعامل؟ إذن فعلاً العالم مليان ديدلوكس يا جماعة، مليان. في أربع طرق بالتعامل مع الديدلوك. أول واحد ignore the problem. مايكروسوفت شو عملت؟ شركة مايكروسوفت شو قالت؟ قالت والله لما يصير ديدلوك اليوزر يدبر حاله. شو قالوا؟ قال معقدة ما بنقدرش نحلها، خلي انت يا يوزر. شو اليوزر بيعمل؟ شو بيعمل بالله لما يصير عنده ديدلوك بالكمبيوتر؟ شو بيعمل؟ ريستارت. بيضل كابس على الباور تا يخزق الكمبيوتر، صح؟ شو بيعمل؟ ريستارت. شو الريستارت؟ بتزعل ولا ما بتزعل لما بصير ديدلوك؟ صح؟ طبعا لو انك انت طالب اشطر شوي بكون عندك تول ما بتعمل ريستارت، تعمل البرينت، بتلاقي واحدة من البروسيس شو كاتبين عليهن؟ not responding يعني مالها، يعني هي جزء من deadlock أو مرات starvation. شو بتيجي بتعمل؟ تعمل بس كل هاي البروسيس. once you killed واحدة من البروسيسز بالdeadlock بالغالب مش 100% بالغالب الdeadlock شو بصير فيها؟ بتروح. هذا التكنيك الأول. مين بيستخدمه؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت قالوا والله يا جماعة هاي شغلة معقدة، الطالب بيدبر حاله، اللي بيستخدم الكمبيوتر يدبر حاله، هو دخل حاله بالمشكلة بدبر حاله، ماشي. في ناس قالوا لا، إحنا بدنا نعمل ديتكشن للديدلوك وريكفري. هذا النوع الثاني. هاي أربعة سكيلز راحين طبعاً نأخذ ثلاث لأنه الأول بدهوش فهم، ما عملوش شيء. إذن في عنا ثلاث سكيلز وراح أجيب لكم، خلينا نكون صادق معكم بالفاينل سؤال على واحد من السكيلز. النوع الثاني detect and recover. النوع الثالث dynamic avoidance. بقول لك عمرك ما توقع حالك مين؟ avoid the deadlock via careful resource allocation، يعني ما تعطي واحد ريسورس إذا ممكن يدخلك باحتمالية تصير ديدلوك. يعني إذا في ناس بقول لك يا زلمة ريح راسك، لما يصير الديدلوك في application بلف على كل processes بلاقي مين اللي قاعدين وريكفر. بالغالب شو بيعمل ريكفر؟ start killing processes. النوع الثالث قال لا، أنا سمارت، أنا بدي أعطيك جارنتي أفويد، ما تدخل بالديدلوك.
avoid يعني تجنب الدخول فيها، تجنب لاحظ مش امنع، تجنب قراب من بعض بس بيختلفوا مثل الارض عن السماء. واحدة اسمها avoid تجنب، الأخيرة prevent. prevent طيب امنعها يعني guaranteed ما تحصلش هذيك avoid. طيب خلينا أول شيء النوع الأول detect and recover. recover سهلة، إذا لقيت the processes start اقتل واحدة at a time أو خذ the resource منها، اعمل إشي، اعمل إشي دراماتيك. هاي أنا بعملها على فكرة، أنا بعملها، أنا أكثر هاي طريقة بستخدمها deadlock detect. باجي بعمل print، بطلع على the processes اللي شايفها جزء من السايكل، بقتل البروسيس اللي أنا مش سائل فيها. ماشي؟ how do you detect؟ طلع نعرف شغلة جديدة، بدنا نعرف إنه البروسيس بدنا نعمل شكلها دائري، دائرة، والريسورسز مربع. إذا إحنا بنعبر عن البروسيس بدائرة، يعني هاي بروسيس A، شو معنى السهم من R ل A؟ شو معنى؟ معنى بروسيس A يا جماعة طلبت ريسورس R لأنه بالمربع وأخذته. يعني شو طلبته؟ يعني راحت على السيمافور تبعه، شو لقيته؟ واحد. إذا لقيته واحد بتاخذه ولا ما بتاخذه؟ بتحطه صفر بعدين بتاخذه. شو معنى أخذته؟ يعني عملت السيمافور صفر. أول بروسيس بتعمل السيمافور صفر شو كأنها أخذته. وضحت؟ طيب شو السهم؟ إذا السهم اللي داخل على بروسيس، يعني البروسيس لقت السيمافور واحد عملته صفر، يعني كأنها أخذته إلها. السهم اللي طالع من الساي السيركل راحت على سيمافور، شو لقته؟ شو لقته؟ صفر. لا أدق من صفر، شو؟ شو لقته؟ لقت بس أدق من الثنتين، لقته صفر أو ناقص. صح؟ أو إيش دكتور؟ أو سالب، يعني ناقص واحد أو ناقص أو ثلاث. ما هو أنا مش دائما بروح على السيمافور بلاقي صفر أو واحد، لا، السيمافور ممكن يصير ناقص 20، يعني في 20 واحد قبلي سبقوني وطلبوه، صح؟ يعني شو أنا وين نايم بنتظر على مين؟ بنتظر تا واحد يصحيني. وضحت؟ طيب قلوا لي السي، شو هاي السي معناها؟ هي سهم طالع منها، يعني راحت على اس، طلبت اس ولقيتها سالب او صفر. رائع، هيك بدي تصيروا تفكروا يا جماعه، اذا ما تفكروا هيك ما بتفهموا معناه بروسيس سي. انا لو باجي بقول لك بالامتحان، بسالك بالامتحان what is which of the following statement is true about this، سي عامل سهم على S، شو بتقول لي؟ process C went and requested resource S and found the semaphore which protecting S found it zero or negative، يعني waiting. رائع. طيب اعطوني بالله D، بس بدي D بدل انكم فاهمين ولا لا. مين بده يشرح لي D؟ طالع منها سهمين وداخل U، داخل عليها من U. يلا قولوا لي شو دي؟ تفضل دكتور. دي دكتور هي بروسيس هاز ريسورس يو، مخليت ودها وتستنى ريسورسز اس تي، بعدها ناخذتهم وبعدهم محتاجين لشيء ثاني. رائع. طالبي اند ويتينج، ها تستنى بالعربي مهم جدا. ويتينج شو يعني؟ ويتينج بالغالب ويتينج يعني وين نايمه؟ نايمة على الكيو تبعت S وعلى الكيو تبعت T. طب واحد بتقول لي طيب كيف إنها نايمة؟ والله ما أنا عارف. ماشي عب محلين نيجي لها، هاي بدناش هلا، يعني باخر المادة. طيب كيف في ديدلوك يا جماعة؟ شو ديدلوك؟
بعمل depth first search. depth first شو يعني؟ نبدأ من عند مين؟ من عند طلع. خلينا نمشي. هذول حكيناهن، هذول بديش أعيدهن. شو deadlock؟ يعني في عندي، شوف شو deadlock cycle. يعني إيه؟ ماخذ مين؟ R صح؟ وشو طالبة؟ S. B ماخذ S وشو طالبة؟ R. يعني لاحظ، يعني شو depth first cycle؟ يعني لو مشيت مع أسهم، وين الأسهم برجعوني على نفس المكان اللي بديت فيه؟ شو معنى عندي؟ شو معنى عندي؟ cycle. إذا في عندي cycle شو معنى عندي؟ deadlock. خلينا نبدأ. طيب طلعوا deadlock detection. بتبدأ براندوم بروسس. بدينا مين؟ بأي أي بنمشي مع الأسهم. depth first. وين بدو وديني الأي؟ على وين؟ هل في deadlock؟ فيش deadlock عندي. مشيت، مشيت من عند الأحمر أي لعند الأس. هل قدرت أطلع من عند الأس؟ هل قدرت أطلع بالسهم؟ لا، معناه خلاص فيش deadlock. شيل. وين برد أبدأ؟ برد أبدأ بالإيش؟ بالسي. هلا من عند السي؟ لا، أو ماشي، لا بدي أبدأ من السي عشانكو. هلا لو رحت من السي للأس في deadlock؟ ليش؟ المفروض ما في. لا ليش؟ لأنه بقدرش أطلع. خليني أروح على البي. هن بتمشي A B C، بس أنا عشانكو خليني أروح على البي. البي وين ودتني يا جماعة؟ على التي. لاحظ وين ودتني؟ على التي. طيب في مخرج من عند التي؟ في، من التي للإي صح؟ هل في مخرج من الإي؟ في، من إي لفي. هل في مخرج من عند الفي؟ سهم وداني لجي. هل في من جي وداني ليو؟ يو وداني لدي. دي وين رجعني؟ وين رجعني؟ يعني شو deadlock؟ ببدأ من عند process. إذا ودتني على طريق بيظل يلف حول نفسه، في deadlock ولا ما في deadlock؟ دكتور، ما ممكن أروح على S. أروح وين؟ من الدي روح على S، يعني هو مش شرط روح مثلاً على S. صادق، ممتاز. لو راع على S فيش deadlock، بس لو راع على T في deadlock صح؟ هل معناه إنه هاي إذا في سايكل، هل معناه إنه لازم يكون في deadlock؟ لا، احتمال صح؟ لاحظ potential. فهمت علي؟ بس إذا في عندي، إذا مشى بالسايكل معناه في deadlock. واضح الفكرة؟ بس إنه بنقدر، يعني إنه بنقدر نحكي إنه time تبعه، بس ما بنقدر نعرفه. يعني هاي نقدر صادق، نقدرش نعرف إذا بده يصير deadlock، بس في احتمالية تصير deadlock ولا ما في؟ في. إذا مين، لو أجيت قلت لك مين اللي مشاركين بالdeadlock إذا حصلت؟ إذا حصلت مين؟ process D و E و G صح؟ وشو الresources اللي مشاركين؟ ال U وال R وال V. وضحت يا جماعة؟ وضحت كيف إنه بصير عندي deadlock؟ ليش بصير عندي deadlock؟ لأنه D ماخذ U وبتنتظر على R، ال E ماخذ R وبتنتظر على V، ال G ماخذ V وبتنتظر على مين؟ على مين؟ على U. على U صح. وضحت؟ أنا هاي، أنا هاي الطريقة أكثر شيء بستخدمها بالبيت. خلينا أكون صادق معكم، بس يصير عندي deadlock بكمبيوتري، بعمل بروح على دائما في شاشه عندي حاطها كمان، بعمل بي اس بفرجيني كل بروسيسز. مرات بكون عارف، مرات بعرفش، مرات شو بصير اتحذر، ما بكونش الجراف مبين عندي طبعا لانها ايش؟ تكست بيس. بتلاقي قايل لك انه هاي البروسيس ماخذه من هون ومن هون، انا فاضي اعمل، باجي بقول طيب خليني اقتل واحده من البروسيسز. هلا لو قتلنا ار، لو قتلنا R بصير deadlock ولا بتروح deadlock؟ المفروض انه يضل في deadlock. ليش؟ يلا اذا قتلنا R
لانه احنا بنلف كمان مثلا اسف انا قلت ار لا اسف ما بتقتل ار خطأ اي اي دي دي اسف دي تقتل بروسيس ما بتقتل ريسورس اسف اذا قتلنا دي مش ار لو قتلنا دي خلاص ببطل في صح ما فيش ديدلوك خلاص لو قتلنا دي خلاص اصبحت ماخوذه من اي باخذها اي فورا مو لما تقتلها لما تقتلها شو برجع السمافور لما تقتلها انت بتعمل ريليس لكل الريسورسز شو بتعمل ريليس لمين لار وليو لما تقتل دي ار بيعمل ويك اب واليو بيعمل ويك اب وضحت يعني جي اللي كانوا بينتظروا شو بصير فيهم شو بصير فيهم بصير يتنفذوا طيب اذا كم الساعه صارت بس بدي اعطيكم كمان شويه ونقف وبكمل بكره ان شاء الله عشان نخلص من الديدلوك طبعا بدي لانه هلا بتبين لاني قاعد انا بقول لك بس بالحياه العمليه انه مش بسهوله اللي بتتوقع بس هاي حقيقه تحصل كل يوم وكل العالم مبني على انه انت تحمي مين تحمي كل الريسورسز المشتركه هلا لولا السيمافورز يا جماعه كل البنوك تفشل كل حجز الطيران بفشل كل شيء الجامعة عنا الريكوردز الإلكترونيك ريكوردز بتفشل كل شيء الامتحان اللي بتاخذه أونلاين بفشل كل شيء بفشل مين اللي حامي وعامل بسمح لك 130 واحد أخذت امتحان OS in parallel مين اللي سامح لك اللي مخليه هاي العملية تشتغل هي السيمافورز هاي هي السيمافورز هي اللي بتخلي هاي الأمور كلها تشتغل ولذلك بدون ما تنتبهوا مليان البرامج سيمافور أي إشي مشترك عليه سيمافور بدون ما تنتبه وبصير عليه ديدلوكس إذا ما بتكونش حذر طيب إذن some resources have only one unit only one thread at a time may hold the resource زي برينتر زي الريدي كيو زي كل هذول some resources have several units مثل ايش بعدين راح نيجي لها مثل البيج بالميموري ماشي انسوا هاي الزبالة الجيم هاي اسف انا دايسو تفضل دكتور كيف مثال على ريدي كيو يكون فيه بس ريدي كيو بس عندنا 1 ريدي كيو ما بصيرش بينما البلوك كيو مليانات كل سيمافور له بلوك كم ريدي كيو عندي بس ريدي كيو واحده بالسيستم ليش بير سي بي يو ها بير كور كل كور كل كور له ريدي كيو يا جماعه واضحه نعم اذا البروسيسز والثريدز اللي بتنافسوا على الكور بتنافسوا على الريدي كيو معينه الكور الثاني إلو ريدي كيو أخرى كل كور مختلف إلو إس أون ريدي كيو طيب شو يعني multiple units multiple units مرات زي ما بقولوا هل السي بي يو single unit ولا multiple units سي بي يو multiple إذا السي بي يو في 4 كورز معناه كم ريدي كيو عندي 4 معناه ممكن 4 processes يكونوا نفذوا في نفس اللحظة جوات الـ CPU صح؟ ولذلك الـ CPU ما بسميه الـ CPU ما بسميه exclusive mutual exclusive مين اللي mutual exclusive يا جماعة؟ مين؟ الكور فلذلك انتبهوا بالتفريق يعني لو أجا واحد وسألك قال لك هل يجوز أن يكون عندك CPU جواته 4 كورز هل يجوز أنه 3 بروسيسيز تنفذ في نفس اللحظة جوات CPU نعم يجوز كل واحدة شو ماخذة كور separate core صح
معي انتو؟ اه دكتور معك. دكتور مش الكور مكون من ثريدز كمان، فممكن كمان الثريدز. رائع والله انك بطل. والكور مكون من ايش؟ مكون من تو هايبر ثريدز، معناه قد يكون انه انا عندي كم ريدي كيو؟ كم؟ ثمانية. كل هايبر ثريد شو له؟ واضحة؟ فالجواب الصائب انه انا لو عندي سي بي يو مكون من 4 كورز وكل كور مكون 2 هايبر ثريدز، معناه كم ريدي كيو بقدر اضع؟ كم ريدي كيو؟ 8. كم سيمافور؟ كل ريدي كيو شو بدها يا جماعه؟ سيمافور. والسيمافور باينري ولا كاونتينج؟ باينري. باينري، رائع يا جماعه. بتعرفوا إذا بتفكر مثل هيك فيش حد بالكون بصير أشطر منك بالكمبيوتر، بس جلال اللي بيحاول يفهم الكمبيوتر للدرجة هاي. يعني هذا الكمبيوتر يا جماعة بتظل وراء بتظل وراء بتظل وراء وتسأل نفسك لحتى يصير إلك واضح وضوح الشمس. وإذا ما بتعمل هيك والله لو تظل تدرس كمبيوتر 100 سنة لن تستطيع أن تفهم شو الكمبيوتر، لن. إذا لاحظ يعني هسا انت لما تفهم الكمبيوتر بصير لك الكمبيوتر. هسا انا الكمبيوتر الي، يا الله شو سخيف، سخيف وتافه، بسيط بسيط جدا تافه، بعرف شو اللي قاعد بصير. والله انا وانا بحكي معكم عن الكمبيوتر يعني بكون متخيل شو عم بحصل جوات الكمبيوتر. وبيجي واحد ثاني مسمي حاله كمبيوتر والكمبيوتر بقول وبحكي على الكمبيوتر، والله ما هو عارف رأسه من رجلين، مش عارف. لأنه إذا ما عرفت أنت الفنديمنتلز، شلون لما كنت تدرسوا الأحياء بدرسوك الخلية والخلية كيف بتنتقل من مايتوز مايتوز لما بعرف إيش. ولما شوف إشي عجيب إشي عجيب، يعني لما بطلع على الخلية وبطلع على الكمبيوتر بضيع الكمبيوتر مع الخلية، بضيع ولا إشي. هذيك بتلاقي 100 function ومرة بيشتغل هيك ومرة بتكون تومر ومرة بصير من وراها كانسر ومرة بتتحد مع البروتين، يعني عقدة عبارة عن أنا لما أطلع على الكمبيوتر والله أبسط منه ما فيه، جدا بسيط. بس إذا درس صح بصير بسيط، إذا درسته أنت صح. فيا جماعة في مرات فيديوز عن الكمبيوتر روح انت اقرأها. ما انا ما في عندي وقت. ليش انا بحب الجمعة والسبت؟ لانه بتلاقي يوم الايام العادية الصبح الطلاب صاحين ضالين يسهروا لثنتين صبح مش معي راسه. انا والله لو انه علي والله لا اعطيك المحاضرات الساعة 10 بالليل كلها، كونوا صاحين وحكي هيك حكي مثل هيك. هذا الكمبيوتر ما هو جاي انه بلا بلا بحفظ زي واحد رايح جاي، ما بزبط هذا الحكي. انت روح على فيديوز واقرأ وتابع واقرأ وتابع. إذا ما بتلاحقوا الكمبيوتر عن طريق فيديوز لبعض المحلات المرتبة ويعطيك شلون جوا الكمبيوتر لن تستطيع أن تفهمه. بس لما صير تفهم الكمبيوتر بتحبه، يعني أنت بس تمشي على الطريق الصح بصير رغبة شديدة أنك تكمل. هذا اللي بيخليك تصير مميز، وهذا اللي بيخلي الناس المعروفين هذول بتسمعوا عنهم والله فلان صار مميز عمل شركة. ليش عمل شركة؟ صار يفهم الكمبيوتر، عرف انه بيقدر يقدم خدمة جديدة مش موجودة الآن. وضحت الصورة؟ فإذا نرجع للهاي، إذا بدي أفهم، أنا بدي أجمع المعلومات مش حفظ. إنه والله الدكتور علمنا راديكيو، فمعنى فعلا كل شيء إله بيقدر الإكسكيوشن وأنتوا ممتازين. قلتوا طيب والهايبر ثريد؟ نعم الهايبر ثريد بيقدر إنه يعمل، لأنه أهم إشي بالإكسكيوشن لازم يكون إلي my own registers. لأنه لي تفضل دكتور، أسف على المقاطعة بس سؤال ممكن؟ تفضل. أنا ريدي كيو دكتور. هسه طيب لو قلنا عن مثال قبل شوي، عندي 4 cores و 8 threads 8 hyper threads، لو صار مثلا deadlock على البرنتر وكل البروسيس طالب البرنتر مثلا، وصار في ديدلوك على ديدلوك مثلا بين كم بروسس، ممكن نقول ان اقصى حد يا دكتور البروسسز اللي داخل الديدلوك 4 بس صح مو 8؟ ليش؟
لأن دكتور الكور لحتى لو كان في two threads واحد منهم يشتغل بس صح؟ لا بدأ أنا بقول لك لا أكثر ما لهم مش دخل بعددهم. ليش؟ لأنه ممكن اللي راحت نامت انتبه انتبه يا عدنان قبل ما تنام كانت ماخذ ريسورس 20 رقمه بده أخذ رقم عالي 20 وبدها ريسورس انسى البرينتر بدها ريسورس 21 راحت تأخذ ريسورس 21 شو لقيته محجوز يعني السيمافور صفر أو أقل وين وديناها طلعناها من الردي عدنان كل اللي بنتظره وين بنتظره بالبلاك طيب كم كيو بالبلاك يا جماعة كم كيو هتعد بوحدك على عدد السيمافورز ليش مش انفينيتي انفينيتي لارج نمبر فيش بالكمبيوتر انفينيتي عدد يعني قصد يعني ما فيش حد معين يعني حد الريسورس كلامك صح اذا قصدت نعم فيش حد معد صح ما في حد اصلا حتى لو طيب لو انك انت عملت خطا ما هو انت حتى لو مش طالب ريسورس وعملت ويت على السيمافور الويت على السيمافور مثل كانك طالب ريسورس ممرات بيطلع بق يعني مش اصلا قاصد انت خطا عملت ويت على سيمافور 17 وانت قاصد سيمافور 97 كانه في شير ريسورس وانت منتظر عليه ومين اللي ماخذ السيمافور 97 طلع بروسيس فيا عدنان تأجاوبك العدد لا محدود زي ما حكى زميلك طبعا فيش بالكمبيوتر إشي لا محدود عدد كبير ولا إله دخل لا بأربعة ولا بثمانية ضروري تحاول تفهمها لحالك وإذا ما فهمتها اسأل وضحت آخر بط فيها تمام يعني يا جماعة هذا كمان تويست بجيبه بالامتحانات أنا بدي أنا ما قصدي عشان تجيبه علامة عالية أنا بحب تجيبه علامة عالية أكثر شغلي برتاح لها يعني واحد سألني قديش الدكاترة اثنين قديش جابوا عندك الطلاب الأفريج 28 ونص قال جيب خبرهم غشاشين هذول حرامية قلت له غلط هذا الحكي أنا مبسوط إن شاء الله إنه يكون معظم 28 ونص اللي جابوهن الطلاب جابوهن عن فهم والله مش عن فهم عادة هاي شو بدي أعمل كل واحد مسؤول عن نفسه يعني بس أنا لا على العكس بتمنى يا ريتكم تجيبوا 30 أنا أمنيتي لما أعطي امتحان أكثر شغلة بيسعدني إنه علاماتكم عالية بنبسط إنه علاماتك عالية هذا بدل على إنه قدرت أوصل لك المعلومة مش بأخذها إنه والله امتحاني سهل لا أنا بأخذها العكس إنه الطلاب شاطرين فيا ريت العلامات تظل عالية وتمثل الفهم ما بيمثل الفهم إلا إذا بتظل تسأل نفسك فزي ما سأل عدنان لا كل سيمافور ممكن يخليني بروسيس ممكن يكون ألف بروسيس بالردي وكلهن ينتقلن من الردي على وين؟ على بلوك ولذلك العدد ممكن يكون هائل كم الساعة هلأ؟ ظل لنا 6 دقائق لأني ما بديش أتعبكم يعني ساعة ونص بعدين ممل بصير بالنسبة لكم إذن فsome resources have only one unit other resources ممكن multiple انتبه لما يكون الريسورس له 2 units ها لا تقول لي في deadlock متى بصير في deadlock إذا both units مالهن طارن وضحت طلع هذا المثال طلعوا هذا المثال في cycle صح مش أمشي مش سهم شايفينه بقدر ألف بالسهم ورد أرجع هل في potential deadlock؟ نعم هل السايكل ليش أنا قصدت؟ هل السايكل دايما تعني deadlock؟ لا يعني شو السايكل؟ السايكل هاي necessary but not sufficient ليش necessary but not sufficient؟ لازم يكون في سايكل حتى يكون في deadlock بس مش كل سايكل في deadlock ليش؟ هذا الجواب مش قلت لكم قبل شوي شو الجواب؟ الجواب انه الريسورس هذا شايفينه كم يونت فيه؟
كم يونت؟ 3. وضحت؟ معناه ممكن شايفين هاي البروسيس اللي لحالها؟ شايفين هاي البروسيس؟ ممكن لأنها مستخدمة already هذا الريسورس يونت 1 من الريسورس ممكن تخلص وتعطي الريسورس لمين؟ يا ريتني مرقمات الحق علي والله أنا مش مرقمهم حتى أقدر أحكي هلأ بخبص الدنيا لو أجي. طيب شايفين البروسيس اللي على الشمال طالبة هذا الثلاث واحدة من الثلاث يونت. البروسيس اللي على اليمين فوق اليمين اللي فوق هاي مش معتمدة مش جزء من الديدلوك هاي بأي لحظة من اللحظات ممكن تكمل التنفيذ وشو تعطي يعني شو يا جماعة تعطي الريسورس باك شو معناه بلغة السيمافور يعني تعمل ريليز الله يعطيك العافية تعمل ريليز يعني لما تعمل ريليز شو بتعمل بالسيمافور تعمل ويك اب معناه مين اللي بنتظر في هاي الحالة مين اللي قاعد بنتظر مين البروسيس اللي على الشمال صح بس اللي على اليمين تعمل ريليس اللي على الشمال شو بتروح وبتتنفذ فأصبح فيش ديدلوك إذن السايكل necessary but not sufficient شو يعني not sufficient يعني إذا شفت السايكل لا يعني إنه إذن الديدلوك ديتكشن أنا هدفي أخلص الديدلوك how often حسب الأواس في operating system عملت هذا الimplementation مش ويندوز كانت بطلت هالأيام في بعض الأوبريتنج سيستم كل فترة كل ربع ساعة الأو أس بيوقف كل بروسيسز وشو بيعمل يا جماعة بيشيك على ديدلوك بفحص فيه ديدلوك إذا لقى ديدلوك شو بيعمل بيعمل كيل لبعض كيف تيرمينيت هاو الريكفري شلون بيعمل ديتكشن بيدور على سايكل عن طريق الالجوريثم بيبدأ ببروسيس A وبيحاول يلاقي سايكل B بيحاول يلاقي بيدور عليهم كلهم إذا ما لقاش والله سايكل فيش ديدلوك إذا لقى سايكل معناه في احتمال ديدلوك طب كيف بده يحدد الأولوية يعني بلكن هاي البروسيس بديش عملها كل رائع هذا الجواب اللي بدي جاوبه رائع زميلك سؤاله رائع جدا مين أقتل هذا where to start هاي جوابك في بعض السي بي يو بيقول دور على البروسيس اللي البريوريتي إلها واطية في ناس دور على البروسيس اللي shortest ذاكرينه the lowest دور على البروسيس اللي ماخذ أقل عدد من الريسورسز في ناس بيقول دور على البروسيس اللي باتش في ناس يعني ما فيش طريقة واحدة كل واحد شو بيشتغل بطريقة مختلفة وضحت الفكرة إذن هاي واحدة من الطرق شو الطريق الثاني كيف بتمنع إنه other deadlock recovery خذ الريسورس من البروسيس شو يعني سؤال هسه لو أنا كنت بطبع نص الطباعة هل يجوز إنه أنت تأخذ مني البرينتر وأنا ما كملتش لا مش مليحة مش كل الريسورسز بتقدر تأخذهم يعني شو بتأخذ بتأخذ الريسورسز إنه يعني والله واحد بيحكي لا والله ممكن هل ممكن أخذ البرينتر ممكن شو بصير على اليوزر ضيعت عليه نص اللي طبعه صح في بعض الريسورسز لا تستطيع إنك تأخذها بنص التنفيذ مين بدي يعطيني مثال على ريسورس إذا قطعناه بالنص بكون دمار اعطوني ريسورس مثل ايش يلا البرينتر كمان لا البرينتر ماشي سيء بس قول البرينتر بضيع الورق طبعت بترد عيد تطبع الفايل ما صارش مشكلة صح رد بنقول لك آسف أهم البرينتر تفضل دكتور رايت على الهارد ديسك رائع الله يسلم ثمك يا عدنان ها رايك مش بس على الهارد ديسك على أكثر من شغلة على السي دي ولا دائما أختار شيء يا جماعة الرايت واحد بكتب بفايل
كتب نصه بعد ما كملش قطعناه أخذنا الهارد ديسك. شو صارت الداتا كوربت؟ ليش كوربت؟ ما بنعرف شو اللي كتب قديش كتب، ربعه ثلثه نصه، معناه الفايل جزء منه تغير وجزء منه ما تغيرش، هذا دينجرس. ولذلك معظم الريسورسز اللي يكتب عليها لا يجوز تقطعها بالنص، يعني ما بصير بريمت. طبعا احنا قلنا شلون ديدلوك ريكفري، اخذ كلها او خذ منها الريسورسز، بس ما بقدر اخذ منها اي ريسورس، لازم اخذ الريسورس اللي بسموه يعني خلص بعدين بديش انه يعني بريمتبل ريسورس. حتى يا عدنان، حتى يجوز انه تاخذ الهارد ديسك. ليش؟ لانه في عندنا شيء اسمه تشيك بوينت ريستارت. هلا كل الاوبريتنج سيستم، هسه امريكا الاوبريتنج سيستم اللي بتستخدمها بالطيارات، والاوبريتنج سيستم بتستخدمها بالصواريخ، والاوبريتنج النوويه، والاوبريتنج سيستم اللي بتستخدمها بالسبيس شاتلز اللي بتروح على القمر وغيره، في شيء اسمه تشيك بوينت ريستارت. بصير ديدلوك على فكره. شو تشيك بوينت ريستارت؟ هلا دائما كل الفايلات وانت بتعدل عليها كل نص ساعه بكتبوا كل اللي موجود على مكان بالميموري والهارد ديسك، عشان اذا صار كراش بترجع لوين؟ للتشيك بوينت. شو يعني تشيك بوينت ريستارت؟ دكتور زي سواب؟ مش سواب، لا السواب غير، ما علاقه هذا السواب شيء مختلف بس قريبة منها. التشيك بوينت ريستارت انه انا يا جماعة مثل ايش هسا انت المايكروسوفت وورد بدون ما تعرف كل ربع شو بعمل لك في ثريد كل 10 دقائق بخزن ايش؟ شو بخزن؟ اوتو سيف. اوتو سيف، الله يسلمك. شو الاوتو سيف؟ هو تشيك بوينت ريستارت. يعني شو الاوتو سيف؟ يعني بقول لك مرات اذا انت بالله قاعد من الصبح وانت بتكتب على مشروع، بتكتب الريبورت لمشروع، اجى طفى الكمبيوتر معك صار ديدلوك، عملت ريستارت، لما بترجع شو بتلاقي مرات؟ شو بتلاقي؟ ضاع منك اخر ايش بس 5 دقائق ولا 10 دقائق. الاوتو سيف هاي هي تشيك بوينت ريستارت. فشو بيجي بقول لك؟ معظم انتبه كل السوفت وير الذكي بيعمل تشيك بوينت ريستارت او اوتو سيف كل ربع ساعة نص ساعة عشان يضيع معك. مرات يا جماعة اللي بيعملوا في بعض الأبحاث بيبقى طول البرنامج ماخذ 6 أشهر وهو بيشتغل، بالله لو يخرب الكمبيوتر بآخر يوم قبل ما تطلع الريزلت هذولا برضو يرجعوا ويردوا ويعملوا له رن 6 أشهر. شو بيعملوا كل نص ساعة؟ شو بيعملوا؟ شو بيعملوا؟ تشيك بوينت ريزلت، يعني تشيك بوينت سيف، بسموها سيف. You save كل ستيت اللي على الكمبيوتر بالسي بي يو وكل الكورز بيخزنوها، عشان إذا خرب الكمبيوتر تعمل أبلود مرة ثانية كأنه ضاع عليك بس آخر نص ساعة. وضحك؟ الله يعطيك العافية. المرة الجاية بنحكي عن شغلتين، avoidance و deadlock. يوم السبت شو المرة الجاية؟ بكرة إن شاء الله إذا ظلينا أحياء. في أي سؤال؟ بس خليني بالله أعمل stop حتى ما تضيعش اللي عملنا ريكورد.